مرحبا، وياكم احمد من قناه البستان العربي. طبعا تشوفون هذا مكان حرق الخشب. اليوم عندي فيديو عن موضوع جدا مهم يصير بالطبيعه، لما تصير حرائق والاشجار تحترق وبعض الحيوانات تحترق وتساقط عليها اشجار واوراق وما يكون عمليه الاحتراق كامله، فالخشب يتغطى، يكون درجة حرارة جدا عالية، بعدين يتغطى وبعض الأمور، يعني مثلا أتربة أو أوراق أو أشجار، فيتوقف الاحتراق وتطلع الغازات من عنده، فيتحول إلى فحم طبيعي تشاركول. فاليوم جايب لكم فيديو عن التشاركول، الفحم الطبيعي أو البايو تشار اللي نستخدمه بالحدائق. طبعا من تحرق الخشب دفنه بالتراب ينطفي داخل التراب ويتحول الى فحم، بعدين تكسره. مثلا انا طلعت هذولا، تقدر تكسره باي طريقه، يعني مو صعب، وكل ما يكون ناعم كل ما يكون افضل، سريع التحلل. مثلا انا كسرت من عنده، زائدا اخذ الناعم جدا واخليه للنباتات حاليا بالخريف، احنا حاليا بشهر العاشر، فاخليه حول النباتات. مثلا اذا استخدم هذه الكمية، احضر التخت الخشبي للربيع، حتى بالربيع ازرع بيه. حاليا وقت تقدر تخلي الأسمدة، يعني مخلفات البقر والغنم، الكومبوست، هو هذا وقته. يعني حاليا تجهز التربة، مثل هذا الكومبوست خليت البارحة، زائدا أضيف هذا البايو تشارك. طبعا ما أضيف من عنده بكثرة، يعني تقريبا ربع كيلوغرام العشرة متر مربع، وكل ما يكون مطحون أنعم كل ما أفضل. يحسن مسامية التربة، يزيد نسبة احتفاظ التربة بالرطوبة، يقلل رائحة العفنة، يوفر مناخ مناسب للحياة بالتربة من فطريات بكتيريا. وبهذه الطريقة يكون هذا التخت الخشبي جهز. أطحن بعد وأخلي التخوت الخشبية الباقية. طبعا البايو تشارك يختلف عن الرماد. الرماد محترق احتراق كامل، البايو تشارك غير محترق احتراق كامل. الرماد دائما يزود نسبة قاعدية التربة، يعني يزيد الـ pH يصعده، فراح تضطر تخلي مواد حامضية بعدين. طبعا الفحم من العناصر يعني فعلا المهمة، وحاليا كل الزراعة الحديثة تستخدمها بالحقول، وبالأخص الزراعة بالبيوت الزجاجية وبالتخوت الخشبية، لأنه نسبة أسمدة قليلة مو مثل التربة الطبيعية، فيضطرون يضيفون كثير مواد غذائية للنباتات مثل نيتروجين، فاسفور، بوتاسيوم، ويحتاج عناصر صغيرة مثل البورون، مثل المغنيسيوم، الحديد. فالتشاركول احد العناصر الطبيعية اللي تغذي التربة بالاحتياجات اللي يحتاجها النبات. اذا حبيت تشوف فيديوهات اكثر تستفاد من المعلومات، اشترك بالقناة. شكرا جزيلا.